في الفاش في 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 مشتريها، في كل المواقع اللي تدربتوا فيها عسكريا، هل كانت مواقع بتاعت قوات مسلحة ولا مواقع بتاعت ميليشيات؟ قوات حرس الحدود لما رجعوا لقوا عدديات بقت كبيرة، وما نحن برانا حرس حدود يا اخواننا في دافور، حرس الحدود في الشرق فيه وفي كردفان فيه وفي كل ولايات السودان موجود. لما العدد بقى كبير وبقى اكبر على قوات الاستخبارات رجعوا في الضعون البرية وتم تفويتنا، اتفوتوا لافواج، الفوج الاول والثاني والثالث وما شاء، وانت ماشي لقدام على مستوى ولاية السودان تم تفويتكم. هل التفويت ده وتتبعوه البرية، هل هذا لا يعني أن هناك قوات مسلحة؟ وهل في قوات مسلحة تبع البرية أو الاستخبارات ما عندها قانون؟ زي ما أمس في السينمار يقولوا لأخواننا الضباط وضباط السفة مشوا حضروا الاجتماع يقول لهم انتوا يعني الدعم السريع عملوا له قانون، انتوا الدعم السريع ياتوا قانون، قانون عملوا له الدعم السريع قانون رئيس الجمهورية، بس زي محتمي بهذه الميليشيات وبيصرف عليها وبيفتكر نفسه انه هي اللي بتحميه، واهمل الجيش السوداني كله، ما اهملنا نحن برانا، واهمل الامن الوطني، واهمل الداخلية، اهمل وزارة الداخلية، وبيفتكر انه هؤلاء الكذابين وهذه الشرذمة اللي تسلطت على السودان، منهم من يعني اتسلق عبرنا بقى نائب رئيس، منهم من اتسلق عبرنا بقى والي، منهم من اتسلق عبرنا وعبر دماءكم انتم الواجدين. الله اكبر. وبقى فريق قاعد يسموه فريق حمايتي، يا سبحان الله. الفريق حمايتي. لا كوع لا بود. من وين دي؟ تجي كيف ذاتك؟ تركب كيف؟ ما تركب. وطمعان كمان انا اسمع عطاها بتاع مكتب الرئيس، مدير مكتب الرئيس لسه بده السعوديه طردوا برا، لانه في فضائح بيعرف فهو ما دايرين يبكيها للشعب السوداني وللعالم. عملوا لي كيف كيف ستروا انقلابهم، قال ده داير يبقى رئيس وهو يبقى وزير دفاع. ونحن ديل بجزرونا جزر كلنا كلكم عن بكره تبيكم. وحاشا لله. لا حاشا لله.